ما سيفيليزاسيون تاع الكراج تاع هذيك طوروا طوروا صحافيها لي جون ايبول صحافيها لي جون ايبول صحافيها. السلام عليكم ورحمة الله. أزول فلاوي اليوم الجمعة خرجوا الملايين من الجزائريين في كل المدن الجزائرية بالرغم أنه نهار صيام رمضان، الناس يعني تعطش، الناس تعيا، ولكن يزيد في الإيمان. الصيام هذا يزيد في الإيمان وإيمان الشعب الجزائري بمستقبل أحسن من اللي راه يعيش فيه الآن مع هالعصابة اللي تخليه يجري على بدون زيت ويجري على دراهمه باش يجبدهم البوسطة ما يسيبهمش، يجري على الحرية والكرامة والديمقراطية. هذا الشعب إيمانه قوي على هذا اللي خرج قطرة. شوفوا الصور هذه. أحيا الجزائر أحيا الجزائر لولا مدنية أحيا الجزائر أحيا الجزائر ماشي عسكرية أحيا الجزائر أحيا الجزائر لولا مدنية أحيا الجزائر لا قوانا قتل كل الناس معنا ماشي هائل في العاصمة. هذا غير يعني الجهة اللي صور منها الأخ اللي بعث لنا الصور هذوما، ناس اللي جايين من باب الواد وجايين من القصبة سمعت ومن باب عزون وعلى الجوية هذوك. المهم باب الواد القصبة
سانتوجان بولوغين احنا شفنا شارع زيرو ديوسف كيفاش مكتظ ماشي كبير وماشي نحو البريد المركزي على شارع عسل حسين. تصوروا الناس اللي جاية من البيار من تاقانا اللي حابطين من البوشراي اللي حابطين تلملي صوروا العدد تاعهم الناس اللي جايين حسين داي مسحتش مسحت والماي جايين بالويزداد من حسين من الحراج شوفوا خاشي يعني كبير هذا كله صحاف بدورو ما تشوفوش وما تكلمش عليه لانهم هاد الصحفيين تاع صحاف بدورو خاصة مديري هاد الصحف وصحاب هاد الصحف ما داروش صحف باش يخدموا مهنة تكون في خدمة الشعب وتكون في خدمة الرأي العام وإنما داروا هاد الصحف باش يعمروا مكاتبهم كما العصابة ويروحوا يشريوا في أوروبا في فرنسا في إسبانيا العقار حتىهم تاني ويهربوا الأموال. شفتوا علاش صحف بودورو تخدم للعصابة هذا ولا إذن تبقى إن شاء الله الشعب يكون عنده صحافة حرة وتعبر على صوته وتعبر على آراءه. الملايين هادو ما شفتهمش العصابة طبعا ثاني ما شفهمش تبون ما وصلولوش على بالهم مش راهو صاير ولكن نهار اللي يشوفوا هذا الشعب ويسمعوا لهذا الشعب راح يتنعموا تاع الصح ويطرشوا تاع الصح. إخوان في كل الولايات ماذا بكم ابعثوا لنا صور دي فيديو تاع زوج دقائق ثلاث دقائق ابعثوهم لنا باش نبثوهم وإذا نكسروا التعتيم الإعلامي تاع صحافة بودورو وقنوات العار. ابعثوهم على العنوان التالي mltv2018@gmail.com. شكرا والسلام عليكم وصحافتكم وصحة صحوركم. خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا صحافي حر.